مساء الخير يا حبايبي، ازيكم؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. فيديو النهارده زي ما عملت لكم قبل كده استخدامات الفويل وعجبتكم وطلبتوا مني استخدامات الكلينج فيلم او الاسترتش الغذائي، تمام؟ اول فكره معانا، بصوا قبل ما ابتدي برضو عايزه اقول لكم حاجه. النوع الحلو الكويس بتاع الكلينج فيلم ده فالكون، كويس جدا. في منه اللي هو يعني العرض بقى يختلف، في منه اللي هو بيبقى طويل شوية. انا بصراحة بحس اللي ده معايا كويس، اللي هو الاقصر ده كويس قوي. بصوا بقى ده نوع، للأسف مش انا اللي جبته. بصوا عامل ازاي، شايفين؟ سيء جدا. ده تقريبا كان نمبر وان او مش عارفة، كان حاجة زي كده بتاع كارفور يعني، مش فاكرة. لا مش نمبر وان، مش عارفة والله اسمه ايه، عشان زوجي هو اللي جايبه. بصوا شايفين يعني اسوأ من السوق بشويه يعني، فاوعوا تجيبوا ده. بس انا مش عارفه، انا يعني هشوف، بس انا مش يعني رميت العلبه بتاعته، هحاول افتكر ايه وهقول لكم برده. بس انتوا خليكم في المضمون، كوين كويس وفالكون كويس، تمام؟ الاثنين دول كويسين، كوين وفالكون. نبتدي بقى ايه الفيديو بتاعنا، تمام؟ اول فكره معانا من استخدامات ده الكلينج فيلم. بصوا حبايبي، انا ده زي ما انتوا شايفين كده، بس انتوا حتى ممكن ما تاخدوش بالكم، انا مغلفاه كويس جدا. ده البرطمانات البهارات، طبعا انت عارفه كل شويه بتمسكي برطمان البهارات بيبقى بصراحه مدهن مهما عملتي وغسلتيه، كل يعني لازم كل يوم تفضلي تغسلي فيه من بره وتمسحي فيه من بره. حته كلينج فيلم صغيره هتعملي بيها كده، بصوا اهو مش باين خالص، وهتروحي عامله ايه، وهتروحي جايبه من جوه كده. طبعا انت هتاخدي كله، انا يعني ما رضيتش اعمله قدامكم علشان ما ياخدش وقت الفيديو. انت هتاخدي حته وهتروحي جايباها كلها من هنا من هنا من هنا على جوه اهو، شايفين؟ وهتروحي كده بس خلاص، قصه بالمقص اهو، شايفين؟ بمنتهى السهوله معاكي اهو بيتقص، وده كمان مساعدني لان هو سيء، فمساعدني جدا جدا اللي هو يتقص على طول اهو يا حبايبي. انت اوريدي من جوه بتحطي البهارات ومفيش دهون من جوه، فيبقى من جوه زي الفل معاكي. هتروحي جايبه كده، بصوا، والغطا بيقفل على طول اهو، ولا كانك حاطه حاجه. امتى بقى هتغسليه؟ كل ما تيجي تطحني بهارات جديده او تحطي بهارات جديده هتروحي غسلاه، هيبقى معاكي زي الفل، هيقعد معاكي من المره للمره، تمام؟ وبرده كذلك نفس الشيء للغطا، هتعملي برده هتغلفي الغطا كله وهتروحي حطاه، هغلفه لكم وارجع لكم. شايفين يا بنات اهو غلفته ولا كانه متغلف، يعني بصوا اهو. ومن جوه هتروحي اخده الزيادات برده، نفس القصه اللي احنا عملناها في البرطمان نفسه، وتروحي شايله الزيادات دي كلها اهو بالمقص، وعامله كده وعامله البرطمان بتاعك اهو زي الفل، ولا بيجرى له اي حاجه ومش باين اللي هو متغلف، تمام؟ دي اول فكره معانا. طيب الفكره الثانيه معانا، مش هفصل بقى الفيديو اهو. الفكره الثانيه معانا فكره انا مثلا في رمضان بيفيد مني قمر الدين، ده تمر هندي، الكركديه والكلام ده كله. انت لو حطيتيهم في كيس بلاقي برضو التمر هندي ده بينشف، بحطه في التلاجة او بره التلاجة، لا بره التلاجة بيسوس، الحاجات دي كلها بتسوس، خلي بالكم بيجوا عليها سوس. تروحي انت جايبه كلين فيلم وعاملاه كويس جدا، مغلفاهم كويس جدا، اي حاجه تفيد عندك بقى، حتى لو فاض عندك قمر الدين الباكت بتاعه مقفول برده تغلفيه كويس جدا، وده برده تغلفيه كويس جدا وحطيهم في الثلاجه، ما بيجرالهمش اي حاجه. بصوا انا لسه مطلعاه من الثلاجه، بيبقى طري اهو ولا في اي حاجه. دي الفكره الثانيه. وبرده كذلك الشوكولاته، انت بتجيبي الشوكولاتات اللي هي الخام بتعملي بيها اي صوص اي حاجه، تمام؟ بتجيبي الباكت كده، طيب فاض منه يعني قطعه او اي او نصه او ربعه او اي حاجه، ما تحطوش في الورقه وتشيليه كده وتحطيه، لا بينشف وبيعمل طبقه بيضاء فوق الوش، بيبقى مش حلو خالص. لازم تبصي تغلفيه. انا والله لو اقول لكم دي في الثلاجه عندي بقالها يمكن شهرين ثلاثه، بصوا اهي زي الفل، ما فيهاش اي طبقه بيضاء ولا اي حاجه خالص، مغلفاها وحطاها في الثلاجه، جميله جدا ما بيجرالهاش اي حاجه، تمام؟ الفكره اللي بعد كده معانا فكره، انت لما تيجي دي، بصوا دي فرخه، تمام؟ فرخه انا متبليها، لما تيجي تتبلي الفراخ
لازم الاول تروحي عاملاها بالكلينج فيلم علشان التوابل بتاعتها ما تقعش في الكيس، والكيس بينزل في الفريزر والكلام ده كله. لازم الاول تروحي عامله بكلينج فيلم. انا بصوا عامله كلينج فيلم، بعد كده الكيس، كيس عادي كيس تلاجة بس الاول كلينج فيلم، وبعد كده كيس تاني. ده هيمنع ان انت تبهدلي الفريزر بتاعك، وفي نفس الوقت هيفضل التوابل كلها جواها فيها، ومش هيجرى للتوابل بتاعتها اي حاجه، ومش هتنزل منها، كلها هتفضل موجوده جوه، والفرخه هتتشبع بالتوابل بتاعتها. كذلك لو عملتي كفته، باكيتات كفته او اي حاجه، تفرشي في الاطباق الفوم من تحت كيس، وتروحي لفه الكفته اي بانيه اي حاجه. لو انت ما عندكيش علب سهل جدا، احسن حاجه للفريزر ده بعد العلب. يعني انا ما بقولكيش اللي هو قبل العلب، لا بعد العلب. حلو جدا جدا جدا. الفكره يا حبايبي اللي بعدها للفضيات. بصوا انا طبعا دي فضه، تمام. انا بيجيلي كان هدايا وحاجات من كده، او حاجات تعجبني اشتريها، وفي حاجات عايزه اسيبها لبناتي والكلام ده كله. انا بقى غلطت غلطه، وانا يعني اتنبهت ليها متاخر. اي حاجه عايزه تشيليها من الفضيات او الحاجات اللي هي السيلفر، او اللي هي لونها مش فضه بس لونها فضي كده او ذهبي، ده بيطوس. بصوا شايفين حصل له ايه. انت لو جبتي من الاول، اول ما جبتي الحاجه فضه او اللي هو السيلفر كده، ورحتي غلفتيه بالكلينج فيلم ده، مش هيجرى له اي حاجه، وسبتيه بقى في علبته. إيه عايزه بقى تشيليه لاولادك، جبتيه مثلا عايزه تحطيه بعد كده، عايزه تعملي اي حاجه. لو انت غلفتيه كده الاول تغليفه كويسه، وما خليتيش الرطوبه او اي هواء او اي حاجه، بصوا كده اهو تغلفيها تغليفه حلوه، ما تعتمديش بس على العلبه. انا دي سايباها في العلبه، بصوا حصل لها ايه. غلفوها كويس جدا بينكلينج فينج كده، بصوا، وطلعوا منها اي هواء. ممكن برضو راق واتنين وتطلعوا منها اي هواء، وتحطوها في العلبه بتاعتها، او تشيلوها لو هي من غير علبه في اي حاجه عندكم، اي كرتونه وتشيلوها، تمام. ده عمره ما هيحصل لها حاجه، ولا هتطوس ولا اي حاجه، هتفضل معاكي اكنك لسه جايباها من شارياها من المحل. دي فكره كويسه جدا، يا ريت تعملوها علشان هتوفر عليكم، والحاجات حرام ما تبص. الفكره اللي بعد كده معانا فكره البتنجان والتفاح. بصوا انا مجرباها يعني، وعن تجربه، وبقولها لكم واثقه فيها 100%. اي حاجه لو احنا جبنا التفاح او البتنجان جيتي قطعتي منه حته وسبتيه، او الافوكادو، انتوا عارفين طبعا الافوكادو اللي هو بيتعمل عصير او في السلطه او الكلام ده، انا بحبه جدا، هو مفيد جدا جدا يعني. انت قطعتيهم خلاص هيسودوا، حطيتيهم في كيس بقى، حطيتيهم في علبه، هيسودوا. الحاجه الوحيده اللي ما بتسودش التفاح والبتنجان والافوكادو هو الكلينج فيلم. هتروحي بس عاملاها كده، بصوا كده مره واتنين، خلاص تمنعي عنها اي هواء اهو. هتروحي عاملاها كده وحطاها في التلاجة اهو، بصوا تضغطي عليها جامد كده وتحطيها في التلاجة. والله العظيم انا بيقعد معايا بالاسبوع بالعشر ايام ما بيجرالوش اي حاجة. وكذلك الكابوتشي الخاص، لان هو بيسود، مش لما انت تقطعي منه بيسود. حاولي ما تقطعيش اولا بسكينة ستانلس، لان السكينة الستانلس بتسود الكابوتشي. وحاولي يعني تقطعيه بايدك كده الاول وتاخدي منه عشان ما يسودش، وبعدين برضو حطيه في كلينج فيلم، هيبقى معاكي تحفه، وعمره ما هيسود، ولا الحاجات دي عمرها ما هتسود تاني. الفكره اللي بعد كده معانا، واللي هي حصل فيها برضو يعني عجبتكم، بس في نفس الوقت كان في كتير مش عارفين يعملوها، انا هعملها لها قدامكم عملي دلوقتي. فكره اللي هي بتوع البوتاجاز، زراير البوتاجاز، تمام. احنا خلاص دلوقتي زرار البوتاجاز اهو، هنجيب حته صغيره من كلينج فيلم اهو، معلش هو ده هعمله معاكم علشان انتوا كتير جدا سالوني احنا مش عارفين. بصوا حبايبي انتوا خلاص جبتوا اهي العين اهي، تمام، عين البوتاجاز اسمها عين ولا مقبض، مش عارفه يعني. لا هي مش عين، هي مقبض، عشان ايه ما تجوش تقولوا لي انت بتتلخبطي. بصوا هعملها كلها اهي، كلها اهي كده، كلها، تمام. وهشيل حته الزياده اللي هنا، بصوا انا كده عملتها ايه كلها. اهو تمام، عملتها اهو من هنا
ومن هنا. طب هعمل ايه بقى دلوقتي معاكم؟ خلاص انا كده عملتها كلها كلها من غير ما اسيب ورا حته فاضيه، هروح عامله ايه وهي باينه هنا؟ باينه هنا الزرار بتاعها ازاي مقفول، بيبقى مقفول او مفتوح البوتاجاز اهو كده، هروح حطاها في البوتاجاز نفسه اهو وانا واقفه، تمام وانتوا معايا اهو. بس وانس اللي انا حطيتها في البوتاجاز اهو اتعمل لها خرم، تمام خلاص. هروح انا بقى مركباها كده زي ما هي كده اهو، زي ما هي مركباها في البوتاجاز، مش هيجرى لها اي حاجه غير لما انت تشيليها تاني. لما تفتحي بقى الفرن مش هتسيح، بل بالعكس هيثبت الكلينج فيلم ده، هيثبت لو هو كمان نوع كويس، بلاش النوع الخفيف، هيثبت خلاص فيه وهيبقى ثابت. لما تيجي عايزه تغيريه هتغيريه، استحاله يتبهدل معاكي ويتوسخ معاكي، العين بتبقى ماسكه حاجات وكده بايدك. طب هتقولولي طب ما هو في بتوع الفرش في دول، طب انا دول بقى سيئين، دول انا هعرف ازاي البوتاجاز مطفي ولا مولع؟ انا على فكره لازم كل شويه اروح واجي وابص على البوتاجاز، كل الزرار يبقى يكون موجود في مكانه اللي هو بوتاجاز مطفي. ده مش هيعرفني لو انا عملت كده، ايه اللي هيعرفني البوتاجاز مطفي ولا لا؟ هيبقى كل بقى بوتاجاز مفتوح يعني وغاز يطلع وانا مش حاسه. بصوا لا طبعا ده كده احسن حاجه. وفي ناس شفت فيديوهات عملوه بعد ما عملته انا بده، عملوه بالفويل، لا الفويل برده مش بيبين لك الزرار ده فين. اهم حاجه في البوتاجاز ان انت تعرفي الزرار ده موجود فين، مقفول ولا. افرضي طفل عندك عمله يمين او عمله شمال وانت مش حاسه، لا ده احسن حاجه للعيون البوتاجاز، صدقوني انا جربت كل حاجه، ده احسن حاجه. الفكره اللي بعد كده معانا يا بنات، فكره دي بقى الهايله واللي فعلا فعلا فظيعه وانا حبيتها جدا جدا، فكره التجميل. يعني الكلين فيلم ده ندخله في الماسكات بتاعه الشعر، يعني انت عملتي ماسك لشعرك، اي ماسك لشعرك او اي زيوت كريمات اي حاجه، تروحي عامله شعرك لفه شعرك كله 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 بالكلين فيلم ده، وتعملي عليه السشوار، يعني تسلطي عليه السشوار، تحفه، بيبقى تحفه. كعب الرجل في الشتاء او في الصيف، تحطي الكريمات بتاعتك في كعب رجلك وتروحي حاطه كلينج فيلم ده، تحفه، بيخلي لك كعب رجلك حرير، لان هو يعني بيخلي الرجل تعرق، وبجد بجد حلو جدا حتى على البطن. في كريمات لتخسيس البطن والكلام ده كله، لو انت حطيتيها وحطيتي ده حوالين البطن عندك كده حوالين الوسط كله، هايل 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 بجد. الدكتور ده من كلام الدكتور مش انا اللي بقوله على فكره، فظيع جدا، دي حلوه جدا وانا جربتها كذا مره معايا ومع بناتي، جربوها يا بنات في التجميل، يعني في حاجات ماسكات ليكو، تحفه تحفه بجد. الفكره اللي بعد كده معايا يا حبايبي فكره البطيخ والشمام. في ناس بتقطع البطيخ والناس بتقطع الشمام وتحطه، بعد ما تقطعه تحطه في كيس، لا الكيس ده بيخليه، بصوا يعني دي بقالها معايا 3 4 ايام، بصوا البطيخه اهي لسه لسه طريق، مش عامله بقى طبقه كده ناعمه، يعني بصراحه بيتقرف قوي لما تعمل طبقه ناعمه والكلام ده كله. كلين فيلم او اللي انا السيليكون اللي انا وريته لكم قبل كده، بس هي البطيخه دي كبيره، تحطيه كده عليها وعلى الشمام، حلو جدا وما بيخلوش يعمل اي طبقه معاكي، وبيفضل طازه كده على طول لو قعد عندك بالاسبوع. الفكره اللي بعد كده معانا فكره رفوف الثلاجه، انا كنت عاملاها برضو في فيديو افكار قبل كده، بس اللي ما شافش معايا الفيديو، بصوا حبايبي انا دول اللي هو ده الرف اهو محطوط له، تمام انا حطاه من يعني من زمان جدا، بس انا هنا قطعت حته حاجه عشان اوريها لكم، يعني قطعت حته منه. بصوا الحروف دي مهما بقى تعملي فيها، مهما تعملي فيها لازم، يعني انت النهارده عملتيها خلاص نضفتيها، لازم برضو بكره يعني مش بعده، لازم بكره هتلاقيهم برضو متبهدلين. ليه ما تفهميش اللي هو الاخرام اللي فيه؟ فانت هتاكدي برضو على الموضوع ده، اللي انت هتغلفي برضو المكان ده اهم حاجه، لانه هو اللي بيجمع اي حاجه عندك، اي حاجه مش نظيفه يعني هو بيجمعها، الخضار بقى والكلام ده كله، شايفين سيء جدا اللي ده اهو، هتروحي جايباه كده ثواني اهو. انا برضو عايزه اوريكم الطريقه بس شويه، يعني ازاي تغلفيه، هتجيبيه بالعرض كده زي ما انا بعمل كده اهو اهو، واحده هنا والتانيه كده والتالته هنا. المهم اهم حاجه ايه؟ ان هو الحروف دي يكون مداريها اهو، وتحطيه عندك هيقعد بقى عندك بالشهر بالشهرين بالثلاثه زي ما انت عايزه، زي ما انت تزهقي يعني، ولا عمره هيبهدلك الرفوف بتاعه التلاجه.
الفكرة اللي بعد كده معانا فكرة الأدوات الكهربائية، الميزان، الهاند بلندر، الكبة الصغيرة، الحاجات دي كلها كنت عاملها لكم في فيديو قبل كده برضو، للي ما شافش الفيديو هايلة هايلة هايلة، بس كل فترة تشيليه لأن برضو إيديكي بتبقى يعني فيها حاجات مكان الأكل وكده بتبقى مش نظيفة. أحسن حاجة الأدوات الكهربائية كلينج فيلم، تمام. الفكره اللي بعد كده معانا فكره المخبوزات. انا مثلا بعمل بريوش ساعات، ده عيش تميس من السعوديه، مثلا اي كب كيكس، كيكس اي حاجه، ما تحطوش في كيس، لا تعملي كده. انا مثلا كل اهو كل ربعين بعملهم كده، او البريوش كل واحده بوحدتها، لو عندك مثلا طفله او اي حاجه، او انتي عايزه تطلعي طلعي واحده بوحدتها وتسخنيها وبيفضل زي ما هو. لو حطيتي الحاجات دي في كيس هتنشف وهتلقط طعم التلاجة، حاطه بقى اي توم اي حاجة هيبقى طعمه وحش جدا. ده بيحافظ ان انت يلقط عندك طعم التلاجة، الكلين فيلم بيحافظ على الحاجة طعمها بيفضل طازة. الفكرة اللي بعد كده معانا فكرة الصواني، دي كنت عامله لكم عليها قبل كده ما رميتهاش، انا دي لسه جديدة لسه ما استعملتهاش، بس بحس اللي هي بتتقشر لوحدها. دي مثلا قلت اخليها، جات لي فكره اخليها واحط فيها كلينج فيلم من جوه، اعمل فيها مثلا مثلا هتعملي اللي هو ليزي كيك اللي هو البسكوت اللي بالشوكولاته، هتعملي يعني اي حاجه ممكن تعمليها على البارد، تمام. حطيتي طبقه كيك، طبقه كريمه، اي حاجه عندك عايزه تعمليها بالكيك بس على البارد مش في الفرن، لان ده على البارد. هتروحي مغلفه القالب ده معاكي كده مره واتنين، وتروحي حاطه فيه الحاجه هنا، وتروحي قافله عليه برده بكلينج فيلم وحطاه في التلاجه، تقلبيه هيبقى هيتقلب معاكي سهل جدا، وفي نفس الوقت ما خدش ما يعني انت يعني صحي، لان انت ده ما خلاش الاكل يوصل للطبقه اللي هي تحت. واخر حاجه عايزه اقولها لكم برده قلتها لكم قبل كده، واللي هي الهايله جدا جدا وبحبها، ايدين التلاجه. انا بغلف ايدين التلاجه كلها بالكلينج فيلم، ده بيخلي لي بجد التلاجه على طول بتفضل ايديها، لان ايديها معرضه ان انت كل شويه بتفتحي وتقفلي بايديها، بتبقى بصراحه مش حلوه خالص. فانت لما بتغلفي ايدين التلاجه كل فتره بتشيليه، لما يتبهدل معاكي بتشيليه على طول وبتغيريه، ومش هيكلفك اي حاجه، هيخلفك حاجات بسيطه جدا، بل بالعكس هيريحك جدا. هي دي افكار النهارده، يا رب تكونوا استفدتم، يا رب تكون عجبتكم، ولو عجبتكم بقى ما تنسينيش في اللايك، ولو انت لسه جديده سبسكرايب، واشوفكم ان شاء الله في فيديو جديد. سلام عليكم، باي باي.